تعمل وهي مؤمنة بأن فلسطين يجب أن تعود إلى أهلها ويجب أن تحرر من البحر إلى النهر، ولو اجتمع كل العالم ضد هذا التوجه. نحن في المقاومة نؤكد لشعبنا ولأهلنا في فلسطين بأننا لن نتخلى عن فلسطين. وبالطعن على فلسطين اليوم أن تخرج على بكرة أبيها، أن تخرج بكل مكوناتها في هذه الأيام. على الفلسطينيين أن يخرجوا ويقولوا لا، لا لصفقة القرن، لا للمؤامرات التطبيعية واقتصادها. ورغم ذلك كان الاحتضان والدعم العربي لفلسطين وأهلها في ذروته، واندفع الكثير من الشباب العربي للمساهمة في دعم المقاومة الشعب الفلسطيني، وشاركت بعض الجيوش العربية في قتال الصهاينة داخل فلسطين. ونذكر جميعا مشاركة القائد جمال عبد الناصر في معركة الفالوجة عام 48 وإصابته في تلك المعركة. أيها الإخوة، إن قيام الكيان الصهيوني بدعم غربي وضع المنطقة بأسرها أمام حروب لا تنتهي مع هذا العدو المدعوم ماليا وعسكريا من المعسكر الغربي، بهدف ضرب القومية العربية وفصل المشرق العربي عن مغربه لعرقلة قيام أي وحدة بين العرب، إضافة إلى ما كشفته الأيام من أهداف خطيرة أبرزها الاستيلاء على الثروات العربية واستنزاف قدرات الأمة وتزوير تاريخها إلى الانتصار الاستراتيجي لسوريا في أعتى مشروع استعماري تقسيمي تكفيري منذ قرن، بفضل تضحيات أبنائها من الجيش العربي السوري الباسل وصمود شعبها وتحمله أقصى أشكال العقوبات والحصار وحكمة وصلابة قائدها الرئيس بشار الأسد، وبدعم الحلفاء والأصدقاء الأوفياء والمخلصين. الإخوة، إن أحد الخطوات التي نتوقعها من الجميع وبشكل خاص من الإخوة في حركتي فتح وحماس أن يسارعوا لعقد اجتماعات مشتركة لجميع القوى والفصائل